واش ما فامي كدير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير بكامل الصحه والعافيه. كما شتو هاد النهار هذا الحد كنت دايس خارج من الدار، غادي عاب نتاخر راه نتاخر. المهم عندي لوتوريزاسيون ديال انني غنخرج، ماشي جيت خرجت الشوكات. المهم جيت خرجت وجيت لهنا بالضبط، جيت للقصبه هنا البحر ديال المدينه المحمديه، قلت راه ندوز هنا نتقدا وندوز للبحر ديال المدينه المحمديه. ساعه لقيت الشوارع صراحه كلها فارغه، كلها ما كاينش شي واحد خارج، قليل 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 اللي خارج فيهم غادي يتسخر. انا غنوريهم لكم دابا الصور، خير ودليل على ذلك غنوريهم لكم دابا. المهم انا جيت هنايا للبحر بعدا مع تخنقت في الدار، بغيت نجي شويه ديال نشم مع شويه ديال الهواء ونبدل شويه ديال الجو، وجيت انا بوحدي باش ما يكونش معايا شي واحد اخر يقولش لك علاش مجمعين، علاش هادي، علاش تفارقوا، سيروا لديوركم دخلوا. المهم انا خرجت اوتوريزاسيون باش ننفس على راسي شويه، ولكن غادي عاب وحدي قريب. المهم انا نوريكم دابا سميتو نوريكم الطرقان ديال مدينه محمديه كي دايرين، بقاو مع هاد لا فيديو تشوفوا. انتما اخوتي شوارع المحمديه كتبان ليا خاويه خاويه كيف وليفا كتكون هاد البلاصه كلها عامره. ها المحمديه، اول مره كنشوف المحمديه هكذا. والصراحة هو من الأحسن صراحة، بنادم باش هاد المرض هذا نحدو منه صراحة. الحسن الثاني كما كتشوفو تا هو خاوش. الصيدليات، الصيدليات كينتظرو الناس بالواحد بالواحد باش يدخل لكاع البشر. كما تشوفوا القصبة اللي مولفة كتعمر تا هي كلها خاوية. المهم احنا غاديين، لو لقينا هذاك المحل غناخذ من عندو هذاك الشيء اللي بغينا، ما لقيناش غادي نرجعو للدار وان شاء الله مرة اخرى ان شاء الله على ما يحل. وما انتم معنا في دابا بلا فيديو، انا اللي خارج في هاد المدينة هادي. المهم احنا لقينا هي هاديك حال، ما لقيناش غنرجعو لدارنا. طرق الشارع هذا اللي كيدي ديريكت للبحر ديال الشاطئ المركز هو خاوي. لأول مرة، لأول مرة في التاريخ كنشوف هاد الجو هذا ديال مدينة المحمدية هكا خاوي فارغ، ما كاينش البشر، ما كاينش بزاف الحوايج. سبحان الله العظيم، جو عصومة صغيرة دارت فينا حالة، فما بالك بيوم القيامة. يا رب تحفظنا. شاطئ المركز كله تقريبا كله خاوي، كله خاوي. باش تعرف بأن بنادم أنه أصبح واعي، بنادم بدا كيوعى بهاد الخطورة ديال المرض. هذاك الشيء علاش بنادم خاصو يبقى في دارو احسن ليه، احسن يبقى في دارو باش هذا المرض ما ينتشرش بشكل كبير.
صراحة هو الجو زوين صراحة، فاش كتكون المدينة خاوية كيكون واحد الجو رائع صراحة. هانتوما معانا دابا اخوتي في مانيسمان، شاطئ مانيسمان. كنت كنتمنى نجي نصيد هنايا، ولكن ان شاء الله اخوتي ديك اللوازم ديال الصيد، القصبه والصناره والتقاله هادشي كامل ان شاء الله ناخذو ونجي نوريكم. المهم غنوريكم شنو، يلا غنبدا كما قلت لكم، ولكن غنتعلموا ان شاء الله كيفاش نصيدوا هنايا، يعلمونا شي ناس هنا كيفاش نصيدوا. حتى ديجا سبق لي صيدت انا، ولكن عبس السبيب والصناره فقط، ما كانت عندي لا قصبه لا والو. طلعت المهم شي حوتات لاول مره، وفرحت هذيك النهار اللي طلعت فيه حوته بحال ما شنو شديت، وعاد العيه صغيره ماشي شي درعيه كبيره، عاد العيه طلعت. هما الناس هنا كيجيو كيصيدوا هنا في الشاطئ هذا اللي عامر بالصخور كما كتشوفوا، راه الصخر هنا كثير، بعد ما وقت حضي راسو هنا الناس الصخر، حيت كيجرح هاد الصغر هذا واعر صعيب شويه ديال البحر. كبير الشليل، شو ديري لي طانقة في نيفا الجمل. خفت منه، هو تابعني هذا، شوفوا كيتابعني، شوف تبارك الله الجمل هذا كيبان لي كبير شارف. مولاي حاطه هنا مع سينا، شوفوا تبارك الله كثير، شوف اهلا وكي داير، لاباس عليك، واش اخبارك وكيف الحال؟ معاك ما دير والو، انا وحدك، ما تعب ما تدفل ما والو. هاي لاكولي كما الشتاء هو فارغ خاوي من بنان. ماما نوريكم ان شاء الله، نوريكم كاع الاحياء كي دايري باش تعرفوا بان الانسان بنادم اصبح واعي بهذه الخطوره ديال هذا المرض هذا. شارع المقاومه كما الشتاء هو شارع فارغ خاوي. شارع فلسطين
كذلك هو فارغ. تقريبا كاع الشوارع المحمدية خاوية. حنا دابا في الطريق المؤدية إلى اللويزية وعين تكي. هذه هي الطريق اللي كديني شل سوق اللويزية. حتى هي كما كتشوفوا فارغة. هذه القنطرة الرابط اللي كتفصل ما بين بنية خلف والمحمدية. كما شفتوا راه دزت من هنايا دابا، ما بغيتش نصور لكم هادشي. لقيت البراج والطوموبيل اللي وقفات كيقولوا لي راهي عطيونا لوتوريزاسيون. لوتوريزاسيون بانكم خارجين تمشيو الخدمة ولا غادي تقداو شي حاجه ولا شي حاجه. شوفوا الشارع كيخاوي. شوف كفانا تهورا، كفانا حماقة، كفانا من عدم اتباع القانون، فلنحمي أنفسنا ولنحمي الغير من انتشار هذا الفيروس، من انتشار هذا الفيروس الخطير. نحن كلنا مع القانون، فلنحمي أنفسنا. أردت فقط أن أريكم هذا الفيديو وهذه الشوارع للعبرة، وذلك من عدم انتشار هذا الفيروس. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة في فلوج جديد وفيديو جديد. إلى اللقاء أخوتي.